الحكمي. سيد طارق، مع وصول جمال بن عمر إلى اليمن، هل يمكن القول بأن العد العكسي للتوصل إلى اتفاق بدأ؟ السيد جمال بن عمر وصل إلى العاصمة صنعاء وهو مكلف بالالتقاء بالأطراف اليمنية في إطار القرار الدولي رقم 2014 والذي يلزم الأطراف اليمنية بالتوقيع على اتفاق سياسي ينهي الأزمة في إطار المبادرة الخليجية. بالتالي نحن الآن ننتظر عودة قيادات أحزاب المعارضة من الخارج، وبحيث يكون هناك حوار مباشر حول ما تبقى من الآلية المزمنة لتثبيت المبادرة الخليجية، ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية المزمنة في وقت واحد والانتقال إلى مرحلة جديدة. وبالذات فيما سيد طارق، نعم، تقول بعودة القيادات إلى صنعاء، هذه القيادات وصلت إلى الرياض وهي تنتظر العكس، أن يذهب السيد منصور مع سيد جمال إلى الرياض. لم تصل هذه القيادات إلى الرياض، ولا يوجد أي وصلت اليوم، ولا يوجد أي موعد محدد لتوقيع الآلية المزمنة والتوقيع على المبادرة الخليجية. المطلوب هو أن يكون هناك لقاء وحوار بين كافة الأطراف اليمنية، أن تحضر هذه القيادة إلى العاصمة صنعاء، واللقاء مع ممثلي الحزب الحاكم وأحزاب التحالف الوطني، والاتفاق حول بقية القضايا فيما يتعلق بالآلية المزمنة، ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية وهذه الآلية المزمنة والانتقال إلى مرحلة جديدة. سيد جمال بن عمر الآن هو في صنعاء، ومن ضمن مهامه أن يلتقي بكافة الأطراف. ماذا سيسمع من الرئيس علي عبد الله صالح؟ الرئيس علي عبد الله صالح قدم كل ما يمكن لتسهيل هذه العملية. الرئيس علي عبد الله صالح قدم تنازلات كثيرة، المؤتمر الشعبي العام قدم تنازلات. سيد طارق، نعم، تحديدا هل سيسمع كلمة نعم نهائية؟ الرئيس علي عبد الله صالح فوض نائبه وايضا قدم تنازلات فيما يتعلق بكافه الاجراءات الاليه المزمنه لتنفيذ المبادره. نحن الان امام قرار دولي، يجب ان يدرك هؤلاء بان هناك قرار دولي، علينا جميعا ان نعمل على تنفيذه، ومبعوث الامن الدولي الامم المتحده سيد طارق تقديم تقرير الى مجلس الامن حول ذلك. لم تجب على سؤالي، هل سيسمع كلمه نعم ام لا؟ القضية ليست قضية نعم أم لا، والقضية هي قضية أن يكون هناك حوار وآلية مزمنة يتم التوقيع عليها. ليست القضية هي قضية شخصية، نحن نتكلم عن قضية وطن، عن أزمة سياسية، عن أطراف يمنية هي المعنية بحل هذه الأزمة. على هذه الأطراف أن تتواجد في العاصمة صنعاء وأن نتحاور حول الآلية ونوقع على الآلية والمبادرة الخليجية. رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي، شكرا لهذه المشاركة. أكدت مصادر أمنية شمال سيناء أنه